سلام کنم شما را بکره مهتر مهتر کنم مستشی برای بکره نه دیار ما شکر شده بگیر در بیدارم قدر چیک کنم را قدر بگیر در کنم ولا اوضان بر دراس یا قعب یا خدا ایوان شما این کره مهتر دوگاه بکن در سلام علیکم بر بکره زوگیه مهتر کنشای بکره زوگاه زوگاه دما انا دوگاه او یضرب کفای او یرفع کف عن جهت اليمنى و جهت اليسرى اقرا نگیر تو حمای اور حق کے دانے بار بار یہ کرے اے اشارہ کرے بتاؤ ٹھیک نہ ہے بھائی بھائی رکعت ہے صلاۃ صلاۃ فریضہ یاتی بالاذکار الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام اتمام الصلوات المفروض اذا دي فرض صلاه ہے تے فرض صلاه ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تو تے دعائے مسنون تے شکوہ شکوہ نعم الان نذكر باذن الله تعالى ما تعلق به شروط الوضوء. إذا إن شاء الله الله على زي إن شاء الله أظن بقول شروط الوضوء شو؟ ما يذكر لي شروط الوضوء؟ شروط الوضوء هو إن شاء الله شو هنقول للكل. اتفقنا بالأمس أن تحفظ شروط الوضوء وفروض الوضوء ونوافذ الوضوء. أما شروط الوضوء نوافذ الوضوء فروض الوضوء إذا شو شو كم على كرسي؟ ليه أظن بقول كلام شو هنقول شو؟ لا أحد يعلم إذا إحنا متفقين يا شيخ والمؤمنون على شروطهم لا درس وربين لا لا ما يكفي يحفظوا الآن نترك لهم على شروط الغالب ونعود للدرس لا بد من الحفظ وزين أبطش أحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أخواننا قد يحب أهم ما يكون مع العمل. لا يمكن أن يكون طالب علم ولا يحب شيء، ما يمكن. وهذه الأمور سماها المؤلف رحمه الله تعالى مهمة لابد أن تحفظ عند كل طالب. نعم. أما ثلاثة أما لو شغلت لما مرسل ليش مصر بشكل ورقم رأسي يقول بشكل ورقم رأسي يقول بشكل ورقم رأسي بشكل ورقم رأسي بشكل ورقم رأسي يقول بشكل ورقم رأسي بشكل ورقم رأسي يقول 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 بشكل ورقم من يذكر لي شروط الوضوء؟ شروط الوضوء هي غير الوضوء. والبقية عليك. هذا أمر من الإسلام شرطية في مصر الجمعة. أو زدت سيدنا شرطية هذا. لا أحد يتكلم. يا أخي نعم. نعم الاسلام اجمالية وهذا قد تقدم معنا مثل ما قلنا في الصلاة أول هنا الاسلام والتمييز والمنية والعقل والعقل هي تأتي بشرع أما في مدرسة الوصية وكل مدرسة هي تأتي بشرع هذا كل مدرسة نعم تأتي بشرع استسحاب النية استصحاب حكم النية إلى أن تتم الطهارة إذا لابد ألا يقطع النية بوسط الوضوء فلو نوى قطع الوضوء بوسط الوضوء قطع إذا لابد أن تكون النية في كل الوضوء كما تكون في الصلاة كذا من أول الصلاة إلى آخرها نعم النية دي والشروط دي شخصية مطلوبة لك أتمنى أرجوك أرجوك ما سمعت يا جماعة النية وهو يقول يتوقف لا أقول انتظر حتى قطع هذا الموجب الموجب
Yeah.
শুরু থেকে সম্পূর্ণ নিয়োগ বদলে না। মালিক মালিক ওয়াদি ওয়াদি
دم رطب حصى حصى زوال العقل يعني ذهاب العقل يذهب العقل قد إما بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر ذهاب العقل عقل بنشتري له عقل شري عقل بنشتري له يعني أتكى بنوم شلا في المشكلة مطمئن أو سكر اللغة العربية إلا بدون حال هذا الذي بحال لو سمع
যে সেটি স্পষ্ট থাকতে রয়েছে, স্পর্শ তাকে বলে। আমাদের দেশে আমরা বলি হায়ের হায়ের, অর্থাৎ কাপড়ের প্রতি স্পর্শ অথবা বিপত্তি স্পর্শ। এই বিষয়টি কিন্তু প্রশ্ন করেছিলাম, সাহেব বললেন, বিষয়টি উত্তর দিলেন যে আরব ভাষায় মাছ বলা হয় যদি কারোর কাপড় না থাকে স্পর্শ, এটাকে মাছ বলা হয়। আর কাপড় থাকলেও বলে স্পর্শ, এটাকে মাছ বলা হয় না। স্পর্শ আর যদি মাছ শব্দের অর্থ যদি কাপড় না থাকে এটাকে মাছ বলা হয়, এটাকে স্পর্শ কাপড় গেল মাছ। আর যদি কাপড় থাকে এটাকে মাছ বলা হবে না। তবে হায়ের দায়ের হায়ের যেটা আবরণ বা বিনাবরণ ইত্যাদি যে ভাষা ইয়া থাকে না, তার মানে স্পর্শটা কি বলে যেটা কিতাবে ডাইরেক্ট স্পর্শ, অর্থাৎ ডাইরেক্ট গেলে হ্যাঁ হবে সেটি হচ্ছে স্পর্শ। অথবা কাপড় থাকে সেটি স্পর্শ বলা হবে। যদি কোন ব্যক্তি খায় তারপর মনে মনে সংকল্প করুন,